في سنة 1911 كان هناك طيار إيطالي يحلق بطائرته فوق الأراضي الليبية، فشاف معسكرات تركية موجودة في المنطقة، فخطرت في باله فكرة خبيثة وقام بإسقاط عدد من القنابل على تلك المنطقة بمن فيها. لكن بعد أقل من 3 سنوات اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى، وكان للطائرة دور كبير في الصراع الدولي من بعد ما تحولت من آلة لتيسير حياة البشر إلى آلة تستخدم لقتلهم وتدمير حضاراتهم. مين كان يتصور أن الطائرة اللي احتفلت بها البشرية وتتحول من وسيلة تساعد على قطع القارات والمحيطات في مدة قصيرة لتصبح آلة قاذفة للقنابل والرعب والموت؟ مين كان يتخيل أن تتحول الحروب اللي تشارك فيها الخيول والرماح والسيوف لحروب تستخدم فيها الطلقات النارية والدبابات والقنابل الذرية والطائرات دون طيار؟ هذه الأسلحة كانت مجرد خيال يراود البعض في الماضي، مثل ما يراودنا الآن الخيال نفسه بصنع أسلحة أكثر تقدماً وأكثر فتكاً وتدميراً، أسلحة ستغير مستقبل البشرية وربما تبيده تماماً. القصص اللي كنا نسمعها عن الرجال الآلي المقاتلين والأبطال اللي كنا نشوفهم في السينما مثل آيرون مان وباتمان وأسلحة الليزر اللي كنا نلعبها في ألعاب الفيديو والمعارك اللي تصير في الفضاء الخارجي، كلها كانت مجرد خيال. لكن هذا الخيال بدأ يتحول إلى واقع في مختبرات وزارات الدفاع حول العالم، وقريبا سنشهد عهد جديد من الحروب اللي قد ما تكون ضحيتها مئات الآلاف من الناس، بل قد تبيد شعوب بأكملها. في بداية عام 2017 أعلنت روسيا عن إنتاج الدبابة الذكية بلاتفورم M، وهي أول دبابة يتم التحكم بها عن بعد وتحديدا من مقر وزارة الدفاع في موسكو. هذه الدبابة تشتغل لأشهر دون توقف. أما شركة بوينغ فأنتجت طائرات ذكية اسمها X-45. هالطائرات تتصرف بنفسها في حال ما قدر قائدها أن يتخذ قرار سريع وارتبك أثناء المعركة. أما الشيء الأكثر غرابة فهو طلب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون من داربا، وداربا هي وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية، طلبت منها أن تبتكر طلقة بندقية يتم إطلاقها من مسافة أميال ويمكن أن تغير اتجاهها بعد انطلاقها. تصوروا، هذه الطلقة تسمى إكزاكتو وتستخدم شعاع الليزر لكي تتبع وتصيب الهدف. هذا التطور في الصناعات العسكرية هو نتيجة للتطور في التكنولوجيا والاتصالات اللي أتت بعد أبحاث علمية ودراسات موسعة. يعني انتهى عصر الجيوش الجرارة وجاء زمن الجيوش الذكية. وهنا نرى تجربة لسلاح ليزر مركب على قاعدة بحرية متحركة تابعة للجيش الأمريكي. باستخدام هذا السلاح يمكن تدمير أهداف صغيرة دون الإضرار بما حولها ومن مسافات بعيدة، ويمكن استخدام هذا السلاح في تدمير طائرات الدرون بدون طيار وأهداف متحركة وصغيرة بدقة عالية جدا. السؤال الآن، ما هي الأسلحة اللي بنشوفها في المستقبل؟ حروب المستقبل بتعتمد على التكنولوجيا المتطورة وسوف تقلل الاعتماد على البشر، وهذا الشيء بدأ بالفعل. فمثلا هناك ثورة يشهدها العالم حاليا في صناعة الطائرات بدون طيار، مثل الدرون MQ-9 Repair اللي تصنعها General Atomics. هذه الطائرة تقدر تقصف أهداف في أفغانستان بينما اللي قاعد يتحكم بها جالس في غرفة عمليات القيادة المركزية الوسطى سنتكوم الموجودة في تامبا في فلوريدا. هذه الطائرة بتكون أكثر فاعلية بفضل منظومة الذكاء الاصطناعي اللي تتطور بشكل متسارع، وراح تتخذ قراراتها بشكل ذاتي دون تدخل البشر. وأيضا تعمل وكالة داربا على تطوير نوع من الدرون اسمها هامينج بيرد اللي تشبه جدا الطائر الطنان ولذلك سميت باسمه، وهي مفيدة للمراقبة والتجسس. بعض هذه الطائرات راح يبدأ استخدامها من قبل الجنود في عام 2018 وبتكون مزودة بكاميرا وزنها ما يزيد عن 150 جرام وقادرة إنها تطير لمدة 15 دقيقة ولمسافة 1.5 كيلو وتواجه رياح بقوة 15 عقدة. يعني كلما تقدمت التكنولوجيا صغر حجم هذه الطائرات.
هذا من ناحية الحجم، أما السرعة فذلك موضوع آخر. مثلاً شركة بوينغ تعمل حالياً على إنتاج طائرة اسمها ويف رايدر X51، وتصل سرعتها إلى 5300 كيلومتر في الساعة، بينما سرعة الصوت هي 1235 كيلومتر في الساعة. يعني هذه الطائرة بتستغرق ساعة واحدة فقط للانتقال من لندن إلى نيويورك. هذه المقاتلة هي جزء من مشروع فالكون المشترك بين داربا وسلاح الجو الأمريكي. هذا المشروع هدفه هو تحقيق ما يعرف به الضربة العالمية الجوية. شو يعني؟ يعني الجيش الأمريكي يبقى يكون جاهز لضرب أي مكان في العالم في أي وقت في خلال ساعة واحدة فقط، وهذا اللي أشعل سباق التسلح بين أمريكا والصين وروسيا. حتى الحشرات ما سلمت من سباق التسلح، فحالياً يتم تطوير حشرات سايبورغ للتجسس، يعني نصفها آلي ونصفها بيولوجي، عن طريق زراعة شرائح معدنية دقيقة وأقطاب كهربائية في داخل أجسامها. هذه الحشرات راح تستخدم للكشف عن المتفجرات والتجسس على العدو بدون ما يشعر بها، ودون أيضاً أن تكشفها حتى أجهزة الكشف الدقيقة. وراح يكون في داخل الحشرة كاميرا صغيرة وجهاز GPS لتحديد موقعها بدقة، ولتحميل الفيديو والصور اللي التقطتها ثم إرسالها إلى مراكز القيادة والتحكم مباشرة. راح يظل الإنسان هو الجندي الأول، وراح يظل يستخدم كسلاح لفترة من الزمن، ولذلك صار الحديث عن الحروب لا ينفك عن ذكر الجندي الذكي. ولكن هل يعني هذا أن فكرة الجندي القوي قد انتهت خلاص؟ هناك شيء اسمه مايكروبايوم، وهي مجموعة الميكروبات اللي تسكن في جسم الإنسان في أماكن مختلفة. يعني مثلا هناك مايكروبايوم على الجلد، وأخرى في الفم، وأخرى في المعدة وغير ذلك. الآن من خلال التحكم المباشر وغير المباشر بنوع الميكروبات اللي تعيش في المعدة عند الجندي مثلا، عن طريق الهندسة الجينية وعلم الأحياء الاصطناعية اللي يسمونه سينتاتيك بيولوجي، سيمكن التحكم في مناعة الجندي، تصوروا، ورفع التحمل عنده للأكل الفاسد في حالات الحروب، وتحسين عملية الأيض اللي يسمونه الميتابوليزم في جسمه. وأيضا سيمكن تقوية جهازه العصبي وقدرة تحمله للضغوط. ومع تقدم التكنولوجيا بتكون الأطراف الاصطناعية هي البديل للأطراف اللي فقدها الجندي في المعركة. يعني بعد شهور قليلة سيتم إعادة الجندي هذا بأطراف أفضل من اللي فقدها إلى ساحة المعركة. يعني في العقود القليلة بيكون عندنا الجندي الخارق. علشان نقرب الصورة، تخيلوا أن هناك جندي ما يحتاج للنوم، واحتياجاته الغذائية محدودة جدا، يأكل القليل لكن جسمه يظل قوي. وتخيلوا جندي له عيون متطورة تقدر تشوف الأشعة تحت الحمراء في الظلام. تخيلوا جيش كامل بتلك القدرات. هناك استثمارات كبيرة في تقنيات الهندسة الوراثية لجعل هذا الكلام واقعا. البنتاغون مثلا استثمر حوالي 20 مليون دولار في أبحاث الهندسة الوراثية. يعني في المستقبل بتقدر الجيوش إنها تعمل أبجريد وتدخل تحسينات هائلة على أجساد الجنود قبل دخولهم لساحة المعركة. وكالة داربا تعمل على شيء غريب هذه الأيام، تقوم بتطوير رقاقة حجمها 1 سنتيمتر مكعب. ليش؟ لكي تزرع في أدمغة الجنود علشان يقدرون أنهم يتحكمون بالأجهزة والأسلحة عن طريق أدمغتهم فقط. تصوروا هذه الرقاقة الهدف منها هو تنمية قدرات العقل البشري لكي يتعامل مع شبكة الإنترنت ويدخل ويبحث بدون أي جهد. يعني الهدف باختصار هو تحقيق التواصل بين الدماغ البشري وبين العالم الرقمي، ولكن بدون أي وسائط بينهما. طيب ماذا عن الذكاء الاصطناعي؟ قبل سنوات صنعت كوريا الجنوبية روبوت حربي أنتجته سامسونج وحطوه على حدود منزوعة السلاح بينها وبين كوريا الشمالية. ليش؟ علشان يتبع أي هدف على بعد كيلومترات. لما يشوف شخص يقترب يرفع عليه السلاح ويطلب منه كلمة السر، هذا الروبوت لاحظوا. لكن إذا الشخص ما عرفها فإن الروبوت يطلق عليه النار أوتوماتيكيا بدون ما يفكر يعني. لكن هذا الجيل من الروبوتات المقاتلة يطرح تساؤلات خطيرة،
يعني ماذا لو أخطأ الروبوت؟ ماذا لو لم يفهم حركة الشخص اللي أمامه؟ هناك عشرات الاحتمالات اللي ممكن يخطئ فيها الروبوت ويقتل أصحابه بدل أعدائه. لكن في المقابل هناك روبوتات حربية مفيدة تنقل المصابين وتنزع الألغام وترفع حطام الآليات في المعارك وتحمل المعدات والأسلحة عن الجنود في الأراضي الوعرة. هذه الطائرة تسمى ميول أو البغل، وهي طائرة إسعاف بدون طيار، يتم العمل حاليا على تصنيعها. تقدر هذه الطائرة أن تطير بسرعة 160 كيلومتر في الساعة إلى أرض المعركة عندما تكون هناك إصابات، وتقدر أنها تهبط في أماكن يستحيل على الهليكوبتر العادية أن تهبط فيها، وبعدين يطلعون منها سريرين من كل طرف ويحملون فوقهما جنديين ويضعونهما في الطائرة. ولما تحلق في الهواء تشتغل السماعات اللي فيها ليتحدث المسعف إلى المصابين علشان يهديهم ويشغلهم عن أصوات القنابل والرصاص حولهم. كل هذا يصير بدون أن يتحكم فيها أحد. هل خطر على بالكم وجود طلقة رصاص تغير مسارها بعد انطلاقها؟ هذا الأمر صار واقع دون انتظار المستقبل. هناك نوع من هذه الطلقات اسمه إكزاكتو، قادرة على فعل ذلك باستخدام إشعاع ليزر يوجهها لكي تصيب الهدف بدقة، حتى لو الهدف غير مكانه بسرعة. يعود الجنود من المعركة وهم مدمرين نفسيا، لأن صعب على الإنسان أن يقتل، ولكن ربما يكون التقاتل والتدافع من نواميس الحياة. ورغم تطور العقل البشري وظهور الاتفاقيات الدولية والمواثيق، خلوا نكون صريحين، الصراع باق ما بقي الإنسان. ولكن أتمنى مثل ما تستثمر الدول في التسلح لحماية أراضيها ومصالحها، وهذا حق مشروع، أن تستثمر كذلك في نشر السلام وتخفيف معاناة الإنسانية، لأن تحقيق السلام هو أنبل عمل يمكن للإنسان أن يقوم به في حياته. هي لحظة الكشف البعيد، بها تنكشف الطلاسم. هي لحظة الكشف.